أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج مع الحدث. كنا أيها الإخوة معكم منذ يوم أمس نتابع أبرز الأحداث في هذين اليومين، وهي زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدولة الإمارات العربية الشقيقة، والتي شارك فيها في احتفالات الأشقاء بيومهم الوطني 45. وقد شاهدنا أيها الإخوة وتابعنا من خلال تلك الصور مشاهد تثير الكثير حقيقة من الإعجاب ومن كوامن الأخوة والمحبة بين القيادتين والشعبين على مختلف المستويات. اليوم الصورة نفسها أيها الإخوة تنتقل إلى شقيقة أخرى، فنراها في قطر، حيث يحل خادم الحرمين الشريفين ضيفا على أخيه أمير قطر ضمن جولته التي سيمر من خلالها أو يزور من خلالها عددا من بل دول الخليج قبل قمة المنامة المزمع عقدها خلال الأيام القادمة. للحديث في هذه الصور وهذه الابتهاجات وهذه الزيارات الأخوية الحقيقة، يسرني أن يكون معي في ساعة مع الحدث هذه معي أيها الإخوة الأستاذ إبراهيم بن سعد الماجد، وكاتب صحفي. مرحبا بك معنا أستاذ إبراهيم، لأنك على اليمين فلا بد أن نبدأ من اليمين. أيضا معنا الأستاذ الدكتور نايف بن خالد الوقاع، وهو طبعا أكاديمي ورئيس الدراسات المدنية في كلية الملك خالد العسكرية. مرحبا بكما. وحقيقة قلت في المقدمة أننا أمام منذ يوم أمس أمام مشهد كبير اجتماعي في 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 كثير من عناصره حقيقة، أخوي في كثير من تفاصيله. رأينا الناس يعني جميعهم يتفاعلون في هذا المشهد على مختلف مستوياتهم الثقافية والاجتماعية. رأينا يعني الشعراء، ورأينا الفنانين، ورأينا الوجهاء، ورأينا المجتمع كله حقيقة يشارك في هذه الصورة. نريد في الواقع أن أتحدث الآن في البداية عن الصورة التي كانت في الإمارات بالأمس واليوم انتقلت إلى 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 دولة قطر الشقيقة. ولعلنا أيضا نبدأ معك أستاذ إبراهيم، تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكركم على استضافتنا في هذا الموضوع المهم والحيوي والذي تتشوق النفس إلى أن تشارك فيه بأي شكل من الأشكال. وما تفضلتم به من زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمنطقة الخليج، والتي قبلها كانت زيارته المهمة، وأعتقد أنها امتداد لهذه الزيارة، وهي زيارة المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، حيث اتتح وأسس لمشاريع تنموية هائلة جدا أسكتت كل الذين كانوا يشككون في اقتصاد وقوة ومتانة اقتصاد المملكة العربية السعودية. فأنا أقول أن هذه الزيارة التي بدأها من الشرقية وأسكت فيها التشكيك في اقتصاد المملكة العربية السعودية، وامتدت إلى زيارة دول الخليج التي بدأها أمس بزيارة الإمارات العربية المتحدة، وما شاهدناه كما تفضلتم من هذه الحفاوة البالغة ليس على مستوى القيادة السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن أيضا على المستوى الشعبي، حيث أن الملك حفظه الله لامس بهذه الزيارة كل طبقات المجتمع، نزل إلى أن صافح التقى بهم جميعا بالضبط، وصل إلى أدنى طبقات من المجتمع وهم الأطفال الصغار، النساء، الرجال، حتى قمة الهرم في الدولة. وما شاهدناه الحقيقة كان مبهج، ليس لأهل الإمارات فقط ولكن لكل أهل الخليج. أعتقد أن الجميع يتفق على أننا في مرحلة نحتاج إلى هذه اللحمة. نحن نتحدث دائما عن اللحمة الوطنية الداخلية، لكن الآن نحن في مرحلة تحتم علينا. أعتقد أننا في مرحلة فعلا نحتاج فعلا إلى أن يكون عندنا لحمة خليجية واحدة، وهو الوطن الواسع بلا شك. وهو الوطن الواسع، نعم. فنحن عندما نتكلم عن دول الخليج فنحن حقيقة نتكلم عن وطن واحد. صحيح. حتى لو كان هناك فيه بعض الفواصل السياسية، لكنها في المحصلة النهائية دول الخليج دولة واحدة. صحيح. وزعيمهم الكبير، وكما قال أصحاب السمو شيوخ الإمارات بالأمس، أن الملك سلمان حفظه الله هو العمود وهو القائد وهو الرجل الأقوى في هذه المنطقة بصفته الأبوية وبصفته السياسية وبمكانة المملكة العربية السعودية. جميل أستاذ إبراهيم، خليني أتكلم دكتور في هذه النقطة حقيقة. أيضا يعني أيضا ملمح أشار الأستاذ إبراهيم إلى جزئية حقيقة جميلة جدا، وملمح التوقير حقيقة والاحتفاء بخادم الحرمين الشريفين. يعني لاحظنا فعلا من القيادة الإماراتية أنها يعني تقدر، ليس غريبا أن تقدر، لكن يعني
التقدير الذي يصل لدرجة الأبوة حقيقة، درجة التوقير الإنسان الكبير، الإنسان لاحظنا حقيقة في كثير من المشاهد في هذه الزيارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أحييك أخي مبارك وأحيي زميلي في هذه الحلقة الأستاذ إبراهيم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين في حله وترحاله، وأن يحفظ للخليج أمنه ووحدته واستقراره وازدهاره. أقول أن المكانة التي حظي بها خادم الحرمين الشريفين أمر منطقي، لأن القادة على مستوى العالم من يخلد ذكراهم ومن يخلد مكانتهم في قلوب الناس أفعالهم. صحيح. وبالتالي المنطلقات التي انطلق منها خادم الحرمين هي التي ساهمت بهذا الحب وبهذا الالتفاف حوله، لأنه ينطلق من عقيدة صافية ومن قيم ثابتة. صحيح. ثم القاعدة الثانية أنه انطلق من ثقة مطلقة بشعب وفي نقي تقي، وهو الشعب السعودي، والملك حفظه الله وثق بقدرات هذا الشعب. ولذلك في استفتاء اليوم نشر، وهذا من محاسن الصدف حتى نبين للعالم أننا لا نقول كلاما دون قواعد أو دون أصول، نشر اليوم استفتاء أجراه معهد بحوث بريطاني عن أكثر الشعوب اطمئنانا لتوجهات قادتهم على مستوى العالم، فجاء الشعب السعودي بالدرجة الثانية بعد الشعب الصيني ثقة بالقيادة وثقة بتوجهات هذه القيادة وبأنها قيادة تسير على الطريق الصحيح. أقول أن ما شاهدنا فعلا من احتفاء أسطوري حقيقة في الإمارات بدءا من القمة، من اجتماع القيادة والكلمات التي ذكرها الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد من الثناء ومن الاعتماد على المملكة العربية السعودية بعد الله سبحانه وتعالى حامية لهذه الأمة وموحدة لهذه الأمة. حقيقة عندما رأينا الاحتفاء في, 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 في الإمارات قلنا أنه لا يمكن أنه يصل إليه احتفاء آخر أن يضاهى. فوجدنا أن الشعب القطري كذلك والقيادة القطرية سعود لك، لكن ننتقل لقطر مع سيد إبراهيم. سعود لك أيضا زاوية أخرى. سيد إبراهيم، أيضا شاهدنا اليوم زيارة وصول خادم الحرمين الشريفين أيضا إلى قطر. نفس أيضا الانطباعات، أيضا أريد حقيقة أن أيضا تصف لنا هذه الانطباعات التي انعكست فعلا في قطر اليوم. الحقيقة لو أردنا نرجع قليلا إلى الوراء وننظر إلى تاريخ العلاقة الأسرية بين الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية آل سعود والأسرة الحاكمة في قطر آل ثاني، نجدها متعمقة من قديم قبل أن تحصل قطر على استقلالها كما تعلمون. الملك عبد العزيز رحمه الله عندما أراد أن يبعث إلى حاكم قطر في ذاك الوقت اختار أكبر أبنائه وأعزهم إلى قلبه في ذاك الوقت، وهو الملك سعود رحمه الله، فكان بعثه إلى قطر عدة مرات لتوثيق العلاقة مع هذه الأسرة وهذه الدولة الشقيقة. ما حصل هذا اليوم الحقيقة ليس غريب أبدا وليس مستغرب، لا على قطر كحكومة ولا على حاكمها أيضا الشيخ تميم واحتفائه بمن هو في مقام الوالد الملك سلمان حفظه الله. العلاقة وثيقة وراسخة، والاحتفاء الذي كان سبقه الحقيقة كثيرا من التغريدات والكثير من الأخبار. صحيح. نعم، وقت وصل الاجتماعي أيضا تفاعل بشكل كبير وعكست الصورة، كان ترحيب كبير جدا سواء على وأنا تابعت هذا من خلال الأسرة الحاكمة، أيضا بعض أفراد الأسرة الحاكمة من خلال حساباتهم في تويتر ومن خلال الشخصيات الاجتماعية المرموقة ومن خلال عامة الشعب القطري، كان فعلا فرحتهم بمقدم خادم الحرمين كفرحتهم بمقدم والدهم تماما. فما حصل هذا اليوم وما شاهدناه من هذا الاحتفال وما شاهدناه على الوجوه أيضا كأنهم كما يقال في عيد بمقدم خادم الحرمين فليس غريب. ومكانة الملك حفظه الله كما تعلمون مكانة رفيعة وعزيزة، وتاريخه قبل أن يتولى الحكم أيضا منذ صغره إلى اليوم كان تاريخ التوثيق والعلاقات. صحيح. المتينة. صحيح. مع كافة أبناء منطقة الخليج العربي. نعم دكتور، يعني أيضا من الملامح التي طبعت مشهد هذه الزيارات حضور التراث الخليجي، هو جزء أيضا من الوحدة ومن اللحمة وجزء من الوجدان الخليجي حقيقة الثقافي.
حاضر في الإمارات بشكل كبير جدا، وتفاعل مع خادم الحرمين الشريفين بشكل كبير، يعني تفاعل مع الشاعر القصيدة وتفاعل مع فنون شعبية أخرى وتفاعلوا جميعا في لاحظنا هذا الانطباع اليوم. أيضا هذا الغلاف الذي أيضا ساد اليوم أو غلف أو جو اللقاء الأول في حين قدوم خادم الحرمين الشريفين، أيضا نريد أن نقف عند هذا، هذا كمسار أيضا لحمة ووحدة أيضا. اولا هناك تقريبا تشابه في 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 المكون الثقافي والتراثي والاجتماعي لمنطقه الخليج العربيه. نعم. وبالتالي عندما تستعرض اي دوله من هذه الدول هو يكون انعكاس لتراث الدول الاخرى، الا انه يتميز ببعض الاشياء المحليه. نعم. وهذا يدل على اصاله هذه الدوله وعراقتها واصاله فنونها. ولذلك عندما انا انظر له من ملمح اخر، وهو انهم يعلمون ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان امد الله بعمره هو من المراجع الموثوقة في الجزيرة في تاريخ الجزيرة العربية وفي منطقة الخليج. صحيح، وقارئ في التراث، وهو قارئ ومتابع دقيق لما ينشر حول هذه القضايا في التاريخ وفي الأنساب وفي المواقع الجغرافية وفي أيام العرب. فبالتالي هو ذكاء من الدولتين المضيفتين باستعراض هذا التراث الأصيل أمام ملك يهتم بمثل هذه الأشياء. ولذلك لاحظ أن الملك حفظه الله تجاوب ورفع من معنويات حتى الفرق التي أمامه. دكتور، نحن بالأمس نقلنا في نقل مشترك مع قناة أبو ظبي عبر القناة الإخبارية، المشاهد الذي يتابع قناة الإخبارية لا يرى فارقا فعلا فيما هو على الشاشة، يعني فعلا هذا التكوين الثقافي كان بديهيا يعني على الشاشه بالامس. معظم الاسر الحاكمه في الخليج خرجت من المملكه العربيه السعوديه، فهي اسر لها جذور لا تزال قصورهم في وتراثهم موجود، لا زال في في, في في الهدار وفي مناطق اخرى، ولا زالوا يزورون قصورهم الى هذه اللحظه. انا اقول ان ما يميز دول مجلس التعاون الخليجي وشعوب الخليج ان التجانس واللحمه اصيله وليست مصطنعه. نعم. وبالتالي عندما تبدأ من القمة إلى القاعدة أو من القاعدة إلى القمة لن تجد فروق. السعودي لن يجد نفسه في غربة عندما يذهب إلى الإمارات، ولن يجد نفسه في غربة عندما يذهب إلى الكويت أو البحرين أو قطر أو حتى عمان، والعكس صحيح. وبالتالي هذه الوحدة هي الوحدة المشرقة في تاريخ العرب أجمعين العصر الحاضر. لم تصمد أي وحدة عربية أمام الزوابع وأمام الرجال المشاركات المصنوعة، هذه طبيعية، سقطت عند أول امتحان. إلا دول مجلس التعاون الخليجي تزداد الشعوب لحمة ويزداد القادة تماسكا واتحادا. الآن في هذه القمة نحن نتطلع إلى أن تكون هناك بوادر اتحاد، هناك بوادر أو مبشرات، لأن هناك خطوات اتجاه هذا الاتحاد. اسمح لي دكتور أستاذ إبراهيم، في هذه النقطة تحديدا، يعني هذه المشتركات حقيقة في الوحدة الآن التي تحدثنا عنها، وقياسا أيضا على انتظام زيارات خادم الحرمين لدول الخليج، زيارات متتابعة هنا، كيف ستنعكس هذه المشاهد وهذه الأجواء الودية المفعمة حقيقة بالأخوة، كيف ستنعكس فعلا على مفاهيم الاتحاد ومفاهيم والرؤى التي والآمال التي تأملها شعوب هذه المنطقة؟ الحقيقة منذ إعلان مجلس التعاون الخليجي في عام 1981 كان هناك حقيقة تقارب كبير جدا بين دول مجلس التعاون الخليجي، لكن لم تصل حقيقة إلى تطلعات الشعوب بالشكل المطلوب. حقيقة حققت على المجالات الاقتصادية، حققت على المجالات السياسية، حققت انقلات يعني نوعية جيدة، لكن بطيئة، كانت بطيئة جدا. لكن من قراءتي للمشهد هذه الأيام ومتابعتي لبعض المحللين وبعض الكتاب وبعض التنبؤات التي صدرت من كافة دول الخليج يتوقعون هذا الحراك الجميل من قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين إنه حراك رسم بدقة وليس هكذا. البعض يتصور أنها زيارات مجاملات أو القضية أكبر من كذا، القضية زيارة أخ لأخيه وراءها ما وراءها. قمة مجلس التعاون كما تعلمون في المنامة غدا وبعد غد، تتطلع الشعوب الخليجية إلى أن نصل إلى ما نادى به الملك عبد الله رحمه الله من التوحيد، وحدة المصير كما هي وحدة المصير كما هي معلوم. نريد أن يكون هناك وحدة لدولنا. نحن الآن
نختلف عن قبل 4 أو 5 سنوات. اليوم نختلف كلية. الآن نحتاج فعلا إلى أن نحقق الوحدة الخليجية لنكون قوة ضاربة بإذن الله في منطقتنا العربية وفي أنحاء العالم. وكما تعلمون العالم لا يحترم إلا القوة. صحيح. دول الخليج تمتلك القوة السياسية، لديها رجال السياسة، تمتلك الاقتصاد القوي، تمتلك أيضا يعني لا يجب أن يعني نقول حقيقة، نحن نمتلك ترسانة من الأسلحة لا يستهان بها. يعني كم دول الخليج استحوذت على كثير من الصناعات المتطورة في المجال العسكري. صحيح. يعني المملكة أنفقت مئات المليارات في هذا الجانب، الإمارات كذلك، الكويت، وكل دول الخليج حقيقة. صحيح. فبالتالي نحن يعني الشعوب الخليجية، ونعتقد أن أيضا القيادات السياسية سيفرحوننا قريبا بإذن الله من خلال مؤتمر المنامة بإذن الله بأشياء مفرحة ننتظرها غدا وبعده بإذن جميل الله. هذا التفاؤل حقيقة، وإن شاء الله يعني وإحنا بطبيعة الحال هذه روحنا دائما وأملنا في قياداتنا. يعني أثر هذه الأشار الأستاذ إبراهيم إلى موضوع القوة الاقتصادية والقوة العسكرية. طبعا المشهد العسكري لدينا الآن فيه قضية اليمن الآن، وهي جزء أيضا من اللحمة الخليجية حقيقة، واضحة فيها حقيقة موقف الخليجي فيها، وتحديدا الإمارات حاضرة بشكل قوي حقيقة، وقطر أيضا، وكل دول الخليج حقيقة بهذا الموضوع. كيف ستنعكس هذه الزيارات على أيضا المشهد اليمني تحديدا، أو على القضية اليمنية وهي لسخنة الآن في داخل الجزيرة هذه الدول؟ يعني حقيقة الأرقام لا تكتب. منظومة مجلس التعاون الخليجي يبلغ عدد نسبة السكان فيها إلى ما يصل إلى 50 مليون. الناتج الوطني يصل إلى 1,600,000,000,000 دولار. مساحة هذه الدول تبلغ 2,700,000 كيلومتر مربع، وبالتالي نحن نتعامل مع تجمع ضخم وتجمع مميز. أما من ناحية الخدمة العسكرية تثار كثيرا في معاهد الدراسات والبحوث وبعض الأصوات النشاز التي لا تريد لدول مجلس التعاون الخليجي أن تعتمد على نفسها في الدفاع عن نفسها، قضية العدد، أنه عدد الجنود منخفض. نقول أن هذا ليس مؤثر في ظل امتلاك كما أشار زميلي الأستاذ إبراهيم إلى أحدث المقاتلات الجوية في العالم، الF-15 والتايفون والF-18 والF-16 والميراج 2000، وستدخل الرافال قريبا. وبالتالي كفاءة الجندي الخليجي، خصوصا أن الخدمة في معظم دول الخليج هي خدمة تطوعية، فكفاءة الجندي وكفاءة السلاح الخليجي لا تقارن. وبالتالي وضح للعالم أنه هذه الكفاءة لا يمكن تمس. ولذلك لاحظ أستاذ الكريم، عندما أجرى الأسطول الشرقي السعودي مناورة في مياه الخليج من بحر البصرة شمالا مرورا بمضيق هرمز إلى بحر العرب إلى أطراف المحيط الهندي، البحرية الإيرانية انسحبت مباشرة، لا تريد الصدام بهذا الأسطول لأنها تعرف أن مصيرها سيكون التدمير والإغراق. وأنا أقول هذا وأنا واثق وأعرف ما نملك. لا يوجد إطلاقا أي خوف أو أي تهديد جدي من أي عدو للخليج بعد أن اكتشفوا مكامن القوة واستخدمناها. المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي حرب في الجنوب وعرضت إرسال قوات مشاة وقوات مظليين وقوات خاصة وقوات جوية لمحاربة داعش في سوريا، ولكن العالم رفض. لا يريدون حقيقة أن تحسم مسألة داعش بسرعة، ولا يريدوا أن يعترفوا بقوة المملكة وأنها أصبحت هي التي تقود التوجه العربي والإسلامي في هذه المنطقة. صحيح. جميل هذا الحديث دكتور، لكن خلينا نبقى في أجواء الزيارة، في أثر فعلا على المشهد السياسي، المواقف السياسية الآن في قضية اليمن، موقف العالم قضية موضوع الآن حلب، وفي توجه الآن يعني دول الخليجية، قطر والسعودية، وفي أيضا تركيا مع يعني لموضوع قضية حلب. هنا كيف ستكون حاضرة في هذا الموقف الخليجي من اليمن؟ موقف مبدئي. نعم. ولذلك الإمارات سارعت بإرسال قوات برية وجوية وبحرية. قطر أرسلت، البحرين أرسلت، الكويت أرسلت، الكل أرسل باستثناء عمان. نعم. لأن عمان لها سياستها المعروفة وهي سياسة النائب النفس والحياد. نعم. أنا أقول أن دول مجلس التعاون الخليجي بموجب اتفاقية تأسيس مجلس التعاون الخليجي أن الاعتداء على أي دولة يعتبر اعتداء الكل. وبالتالي المملكة العربية السعودية عندما دعت للبدء بعاصفة الحزم ثم إلى إعادة الأمل،
كان الحضور الخليجي واضح وبدون تردد والمشاركة الفعلية مع القوات المسلحة بالرغم وأنا أقول هذا وأنا أعرف هذا أن المملكة العربية السعودية من الناحية العسكرية ليست بحاجة لدعم أي دولة أخرى. جميل, جميل. الحمد لله. يعني أستاذ إبراهيم, يعني ما الأولويات التي تتوقع أنها تكون مطروحة في حديث القيادات الخليجية الآن في أثناء زيارات خادم الحرمين الشريفين, سواء كانت اللي كانت في الإمارات واليوم في قطر, ما التي يعني تتوقع أنها مطروحة فعلا في نقاشاتهم؟ الحقيقة ما نتوقعه أو ما نتمناه أن تكون هي قضية الوحدة, توحيد أو وحدة الخليجية الكاملة بين الدول الخليجية حتى لو استثنيت عمان لأنها لها موقف من هذا الموضوع وأعلنت بصراحة في أوقات سابقة, لكن دولنا الباقية المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت هناك توجه كبير جدا بأنهم يعلنون هذا الوحدة التامة بين الدول الخمس للحقيقة مثل ما أشرنا وأشار الدكتور أيضا منذ قليل لنكون القوة الحقيقية القوة الضاربة. الآن نحن دول العالم أو الدول المحيطة بنا تتعامل معنا كدول متفرقة, حتى ولو كنا تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي. سمو الأمير محمد بن سلمان قال في اجتماعه مع أيضا في اجتماع سابق خليجي تحدث عن أنه الخليجيين يملكون أننا في دول الخليج نملك قوة فعلا إذا ما استغليناها سنكون قوة ضاربة في مجال الاقتصاد, في مجال المواقف السياسية, في مجال أيضا الجانب العسكري. أشار إلى هذه النقطة. نعم, يعني نحن الآن في مرحلة فعلا يحتاج والعقلاء والجميع والساسة يتفقون على أننا في مرحلة حاسمة فعلا, يعني لا تأجيل. في الأول كانت تأجيلها للقمة القادمة في بعض الأمور مطروح الموضوع هذا يناقش في القمة القادمة وكان الأمر سهل, لكن الآن مجرد أنك يعني تطرح فكرة أنك تؤجلها للشهر القادم أنا أعتبر أنك خسرت شيء كبير. فنحن في قمة المنامة ننتظر فعلا ونتطلع ولا نفكر شيء في شيء آخر الحقيقة, يعني نتنبأ بأي موضوع آخر إلا هذا الموضوع ونتمنى أن يتحقق فعلا. لكن الجوانب الاقتصادية نعتقد أن الخطوات فيها كانت كبيرة جدا وحققنا في المجال الجمركي والمجال الأمني أيضا الشوط أيضا المجال الأمني كبير جدا, يعني نعم الآن في التكامل في المجال الأمني بشكل صحيح كبير جدا. نعم, لكن كان أولوية هذا. نعم, لكن الآن قطع فيه الشوط الآن قطع فيه ما الذي يليه تتوقع أستاذ إبراهيم؟ ما الذي يليها الآن في مظهر الوحدة؟ وحدة العملة مثلا, يعني في أي مجال ممكن تكون أولوية؟ أنا أعتقد أن وحدة العملة مرتبطة بوحدة الحقيقية, يعني وحدة العملة مرتبطة بها يعني حتى لو وحدنا عملتنا ودولنا ما اتحدت في قوة عسكرية واحدة وقوة اقتصادية واحدة, حتى لو وحدنا العملة لن تقدم لن تؤخر. صحيح, نحن نحتاج فعلا إلى إعلان وحدة حقيقية يتكلم الخليجي بلسان واحد أمام العالم يهابنا العالم. نحن الآن يعني كما تعلمون العدو الأكبر في المنطقة, وهو كما أشار الدكتور ليس بالخطير الحقيقي ولا نخشى من أحد بإذن الله تعالى, لكنه الذي يهدد بعض دول الخليج كما تعلمون إيران. صحيح, سواء في الزعزعات اللي حدثتها في البحرين. صحيح, أحدثتها أيضا في الكويت وفي اليمن, هي الآن تمارسها في اليمن. في اليمن من يدعم الحوثيين حقيقة إلا هم. صحيح, صحيح. فما حصل في اليمن من فرقة وما حصل فيه من قتال وما حصل فيه من تحول مذهبي. صحيح, لو لاحظت الشطار في البلد. نعم, صحيح. تحول المذهبي إلى الإمامي بشكل فظيع, يعني صحيح. يعني ما حدث منذ قبل إلا بهذا التدخل. فوحدتنا ستلجم إيران وستلجم غيرها سيقف الجميع عند حده بإذن الله. جميل الدكتورة, يعني بعد أزمة اليمن, بعد أزمة اليمن كعمل عسكري حقيقة, ثم تلت هذه الأعمال العسكرية التي ظهرت فيها القيادات الخليجية فعلا موحدة في الفعل حقيقة, في الفعل وليس القول وإنما في الفعل, تلتها أيضا المناورات التي أشرت لها أنت في الخليج بطوله وعرضه, ثم بعدها المناورة الأمنية اللي كانت في البحرين. صحيح, من الخليج العربي واحد وكانت أيضا قريبة كانت البحرين. يعني في هذه الأجواء المواطن الخليجي شعر فعلا بتحرك لعزته التي كانت كامنة أو كانت هادئة أو كانت منتظرة أو كانت يعني كانت في حالة كمون. يعني
تحركت حقيقة وارتفع عنده سقف الأمل والطموحات حقيقة في هذا الجانب. ترى يعني أنه الآن أصبحت الشعوب جاهزة فعلا لشيء من الوحدة، أن القيادات أيضا من التجربة الماضية ومن الشعور فعلا بفرض الذات على السياسة والسياسة العالمية الآن، أنه فعلا أصبحت الأمور قريبة فعلا مما أشار لها الأستاذ إبراهيم الآن. من يعني بعكس السؤال لك تفضل. وأنا سأجيب تفضل. من الذي بعث هذه الروح؟ سلمان بن عبد العزيز. نعم هذا واضح صحيح. ولذلك أنا كنت يعني أصاب بالإحباط سابقا عندما يخرج مسؤول خليجي ويقول أن حماية الخليج مسؤولية دولية، حماية الخليج مسؤولية بريطانيا وفرنسا. الآن بريطانيا لا تملك من القوات المسلحة إلا 50,000 جندي و30 طائرة تورنيدو. سلمان هو الذي بعث الأمة، هو المجدد، هو الذي كتب صفحات مشرقة في تاريخ هذه الأمة، والله سبحانه وتعالى اصطفاه في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ الأمة ليوقف الانهيار الذي حصل بهذه الأمة. تخيل لو سيطر الحرس الثوري الإيراني على عدن، والله لأننا الآن ندفع الجزية لإيران. ولكن عندما وجد هذا الشعب، ولذلك قلت لك قبل قليل أن الشعب السعودي شعب نقي وفي تقي، عندما وجد تحفيز القائد وثقة القائد أبدع وعمل وضحى. صحيح. وبالتالي تفاعل الخليجيون، تفاعل الخليج كل القادة الآن، أي تصريح حتى الشعوب الخليجية، حتى الإماراتيون تقدموا كثيرا على هذا حقيقة، القطريون أيضا، حتى القادة، قادة البحرينيون كان أيضا حضور. صحيح. حتى قادة دول مجلس التعاون الخليجي يقولون أن الخليج أصبح أمن الخليج مسؤولية المملكة العربية السعودية ودول الخليج. خلعنا عباءة أن ننضم إلى أحلاف، وأصبحنا نحن الذين نكون الأحلاف ونحن الذين نقودها دون أن نكون بحاجة لأن نستشير أو نستعين بأحد. رجل أحيا أمة كاملة، قائد أحيا أمة، قائد كتب أسطر من نور وتكتب بماء الذهب في التاريخ. وهذا القائد العظيم الملهم حقيقة وأقوله سيبقى أثره يدرس جيلا بعد جيل. كيف سيحدث أستاذ إبراهيم يعني هذه الروح أيضا على قرارات وقعت أثر القرارات القمة الخليجية يعني؟ لا شك بشكل كبير يعني، فيما يتعلق بالقضية اليمنية، فيما يتعلق بالقضايا وضع أيضا المحيط حقيقة في العراق، في يعني نجد مواقف مثلا سياسية من هذه القضية، فيما يحدث في سوريا مثلا. أنا يعني أستطيع أن أؤكد لك بأن هذه الزيارة الملكية لدول الخليج العربي ويفصلها أيضا قمة المنامة أحدثت ربكة في المشهد بشكل غير طبيعي. أنا قرأت لبعض المغردين حقيقة من لا أدري من أي بلد يكتبون حقيقة، فأغلبهم يعني أسماء مجهولة، لكن هم كما هو معلوم يكتبون من خلال حرقة وجدوها في دواخلهم. أنا أعتقد أن هناك شبه توقف في أي تفكير آخر إلا التفكير الخروج من المأزق الذي وقعوا فيه، سواء إيران أو في اليمن الحوثيين. كما تعلم أن قوة الحوثي وقوة المخلوع أيضا تأتي من الدعم الإيراني، لولا أن هناك دعما إيرانيا كبيرا لهم لما تقدموا خطوة أخرى ولا بحثوا عن السلام، لكنهم كلما أرادوا كما تعلمون كلما أرادوا أن يطرحوا ورقة للمصالحة تحرضهم إيران وملالي إيران يحرضونهم على عدم الانصياع إلى أي مصالحة، لأنهم يعلمون أن المصالحة معناتها أنها تقضي على مشروعهم التمددي في منطقتنا، كما أنها قضت بفضل الله سبحانه وتعالى منذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم، أثرهم حتى في إفريقيا تقلص بشكل كبير جدا. صحيح. أنا في عام 91 زرت نيجيريا ووجدت هناك تمدد صفوي غير طبيعي، حتى أن قال لي أحد الدعاة النيجيريين، قال إن نيجيريا إذا لم تتداركها المملكة العربية السعودية تحديدا فإنها ستندم، لأن إيران ستلتهمها. كما تعلمون في السودان كان كذلك وأغلقت جميعها، في غينيا، في كثير من الدول الإفريقية الآن انحسر التمدد الصفوي بشكل
قد يصل إلى 90 أو أكثر من 90%، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بالسياسة التي وعت أن هذا الخطر لا يعني خطرا محدود، وإنما هو خطر على بيتك الداخلي. صحيح. فما حصل الآن بفضل الله سبحانه وتعالى أن الأمور تسير في الطريق الصحيح، وقمة المنامة بإذن الله سنرى منها نتائج على كافة المستويات، سواء على مستوى الحرب في اليمن أو أيضا على المستوى في الشام، وما يحصل فيها من دعم أيضا مرة أخرى من دعم إيراني صريح. صحيح صحيح دكتور، يعني كانت هذه فعلا هذه الوحدة الخليجية والمواقف السياسية الخليجية، وأيضا كانت مستهدفة من الإعلام المعادي حقيقة، ويشوه دائما الصور، يعني إلى أي مدى هذه الصورة التي نعيشها هذه الأيام في الخليج، إلى أي مدى ستزيل لبس من لديه لبس، وستلجم من يعني لديه شيء في نفسه، كما ذكر الأستاذ إبراهيم قبل قليل، قال أنه يعني تابع حتى بعضهم كان مرتبكا ملجما مما يشهد. يعني حقيقة الإعلام العربي يجب أن يكون لديه ميثاق شرف وميثاق أخلاقي معين. نحن تابعنا مواقف بعض الكبار الكتاب العرب، في الصباح له موقف، وبعد الظهر له ولاء، وفي المساء له توجه، وبالتالي نأخذ الأراء بدون دولها. نعم أنا سأذكر بالجملة. أي نعم. وهذا الإعلام ثمة أراء إن كانت فعلا تنتهز الفرص وتضخم المآسي، يعني أو الملاحظات يعني. نعم. بالتأكيد. حقيقة أنه هذا الإعلام الذي يحاول أن يضع العقبات أمام تقدمنا، يجب أن يكون إعلام حافز، يعني دافع لنا وحافز للتقدم إلى الأمام. ولذلك أنا عندما استعرضت الأرقام وأن وصلت التنمية أو الناتج القومي أو المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي 1.6 تريليون، لا توجد دولة عربية أساسا حافظت على كيانها فضلا عن أنها تكون في مرحلة نمو إلا دول مجلس التعاون الخليجي. وبالتالي حسد هؤلاء هم يتكلمون من دافع الحسد أو شراء الذمم، ولذلك هذا لن يغيرنا. نحن نتكلم عن حقائق، عن أرقام. من طبعا تكلموا كثيرا عن المملكة العربية السعودية وأن على وشك الإفلاس، وأن بزيارة واحدة خادم الحرمين الشريفين ضخ خلال أقل من أسبوع 320 مليار ريال في الاقتصاد السعودي، 100 مليار صندوق الاستثمارات، 120 مليار للشركات المقاولات، وحوالي 200 مليار في المنطقة الشرقية، ما يقارب 400 مليار. والأهم المشاريع التي بدأت انطلقت هي الأهم من الحقيقة. نعم أستاذي الكريم، نحن دولة قوية ودولة ضخمة جدا، بالله أولا نعم. ثم بإيمانا بقادتنا وقدراتنا وشعبنا، دولة تغير مجرى الأحداث الدولية، ولذلك كل من يعول على أن المملكة العربية السعودية ستهتز أو ستطعم بخاصرتها هو مخطئ. لماذا؟ حلم القيادة السعودية وطريقة معالجتها للأمور بروية، أعطيك أمثلة بسيطة. قانون جاستا كان رد فعل المملكة العربية السعودية، كل الأعداء قالوا أن المقصود به المملكة العربية السعودية، بالرغم أنه لم يرد أي إشارة للمملكة العربية السعودية. المتضرر الأكبر من قانون جاستا هي إيران، مع ذلك المملكة بيان يتوافق مع السياسة الدولية. الآن الكونغرس الأمريكي على رأس السيناتور المؤثر والمشهور جون ماكين هو الذي يسعى لتغيير القانون. أشياء كثيرة جدا، مؤتمر الشيشان، خلينا نتكلم بصراحة، تراجع كبير حقيقة، تراجع كبير. الأزهر يعتذر، رئيس الشيشان يأتي ويعتذر، كله لثقل هذه الدولة ولعمق جذورها ولأصالة وقوفها على الحق قبل كل شيء، وأنها بلد حق فعلا، وقرارات رفعت لا إله إلا الله محمد رسول الله هي فعلا تحمي هذه الراية. قراراتها ليست لردة فعل وليست لغضب انفعالي أبدا. المملكة دائما تستشرف المستقبل، ولديها رؤية وحكمة وتعقل ليس لا يوجد في أي دولة أخرى. اسمح لي أسأل الأستاذ إبراهيم في نقطة أخرى أيضا تجسدت في هذا المشهد، وهي موجودة حقيقة رصدها من قبل لكنها تجسدت، يعني طبيعة القيادات الخليجية، هذه الأسرة حقيقة المتجدرة في قيادات هذه الدول، ولحمتها الداخلية في دولها وشعوبها انعكس فعلا على هذا المشهد أمس. هل هذه يعني إلى أي مدى هذه الميزة حقيقة حتى في تشابه طبيعة حياة القيادات في هذه الدول، يعني وطبيعة علاقتها مع شعوبها،
إلى أي مدى هذه ستسهم فعلا في 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 تعزيز فعلا قوة هذه المنطقة بشعوبها؟ أنا الحقيقة دائما أنا أقول وإذا نأتي بالمملكة كنموذج وإلا الجميع ينطبق عليه هذا الوصف. صحيح. المملكة العربية السعودية بقياداتها وشعبها أسرة واحدة، يعني من منا ليس له علاقة بهذه الأسرة؟ من منا ليس له صداقة حميمية وليس سطحية بصاحب سمو الملكي وأمير من هذه الأسرة؟ نحن أسرة واحدة، أو العكس أيضا، حتى من منهم ليس له علاقات أيضا مع مختلف مكونات المجتمع. بل نحن يعني في أسرتنا السعودية نتزوج من أسرتنا الحاكمة ويتزوج منا، ليس هناك فواصل. صحيح. فكثير من أبناء الأسرة الحاكمة أخذوا من المجتمع، وكثير من المجتمع أخذوا من الأسرة الحاكمة. ليس هناك طبقة مختلفة عن الأخرى. نفس الصورة في الخليج أيضا، في دول الخليج. وفي نفس دول الخليج ينطبق. أنا أتيت بالمملكة كنموذج، وإلا في جميع دولنا الخليجية هذه صورتها. ودائما أؤكد وقلت في أكثر من مقالة أننا شعب واحد، ومن يريد أن يشكك في أن الأسرة الحاكمة تختلف عنا فهذا يعني ران على قلبه وليس حقيقة. نحن أسرة واحدة، وبالتالي لحمتنا واحدة. ولعلك تلاحظ عندما تحصل أي مشكلة كيف تكون لحمتنا مع قيادتنا. يتصورون الآخرين بأننا يحدث فجوة، لكن في الواقع أننا نلتحم مع قيادتنا في أحنك الظروف ونتنازل عن أي شيء ممكن نتنازل. حتى على مستوى الأستاذ إبراهيم، حتى على مستوى الخلافات الخليجية أحيانا تحدث الطوارئ، تجد أيضا حتى تناولها وتعاملها هو نفسه بهذه الروح الأسرية حقيقة. يعني إحنا لا نقول ليس هناك اختلاف في وجهات النظر. تحدث وجهات النظر، لكنها تحدث كما تحدث في بيت الأسرة. صحيح. عندما تختلف أنت وأبنائك أو إخوانك في أسرتك، هل معقول أنك تخرجها عند الجيران؟ تبقى في داخل الأسرة وتصلح الخلل الموجود خلال التفاهم الأسري، ليس ألا. هذه عوامل القوة طبعا. لا شك هذه من أهم شيء. ونحن في المملكة العربية عامل القوة الأساسي هو وحدتنا الداخلية، ووحدتنا الداخلية معتمدة الحقيقة على عقيدتنا الإسلامية. نحن المملكة كما أشرت علمها لا إله إلا الله محمد رسول الله، المملكة تدافع عن هذه العقيدة. صحيح. وخادم الحرمين أكدها أكثر من مرة، نحن خدام لهذه العقيدة. وبالتالي من يعتبر نفسه سعودي في هذا البلد فهو خادم لهذه الدين، وخادم لهذا البيتين، بيت الله الحرام في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة. نعم. الشيخ تميم أيضا اليوم وصف العلاقات الخليجية أيضا والعلاقات السعودية القطرية، يعني دائما الحديث عندما يتحدثوا في الإمارات كان حديثهم عن العلاقات حقيقة بصور بلاغية رائعة، وحقيقة ووصف دقيق ورائع جميل جدا حقيقة، حتى أصبحت مادة صحفية، الصحف تناولتها بشكل كبير جدا وكتب عنها كثير من الكتاب. أيضا الشيخ تميم اليوم نفس أيضا يتحدث عن العلاقة السعودية القطرية أيضا، ويصفها بما كان يوصف بها أمس الأشقاء الإماراتيون. دعني أنطلق من مقدمة تاريخية بسيطة. المملكة العربية السعودية كما ذكرت أنها تنطلق من أسس وقواعد وقيم ثابتة، وبالتالي علاقتها مع أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي علاقة تكاملية وندية، وبالتالي لا تحاول المملكة رغم إمكانياتها الجبارة الهائلة أن, 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 أن تفرض سيطرتها على أحد، وأحيانا تضحي باستقلالها الوطني في سبيل نجاة أحد دول الخليج. الملك فهد رحمه الله تصريحه الشهير عندما قال إما نحرر الكويت وإلا تذهب السعودية مع الكويت. الملك عبد الله رحمه الله عندما بقي الحرس الثوري عن المنامة أقل من 10 كيلو ليحتل المنامة، أرسل القوات السعودية والحرس الوطني ودرع الجزيرة وقمع الفرس. الملك سلمان كذلك عندما تشدق قائد الحرس الثوري أنهم أصبحوا يسيطرون على 5 عواصم شن عاصفة الحزم. لذلك هذه الأسرة نقل يعني كأننا نقول كما أشاروا الشقاء في الإمارات أنها العمود لهذه الأمة، وأنها الركن الشديد الذي يأوي إليه كل صاحب حاجة. ما يميز هذه الأسرة حقيقة، ولذلك لاحظ أخي الكريم الدولة السعودية هي الدولة الوحيدة منذ سقوط الدولة العباسية والأموية والدولة العثمانية، هي الدولة الوحيدة التي قامت 3 مرات، الدولة السعودية الأولى
دولة السعودية الثانية، دولة السعودية الثالثة. لماذا؟ لأن جذور هذه الدولة راسخة لا تتزعزع، إيمان وقوة، وبالتالي قيمها ثابتة لأن المرجع هو العقيدة. ولذلك كل من يتعامل مع المملكة العربية السعودية، واسمح لي بس أستطرد في النقطة، كل من يتعامل مع المملكة العربية السعودية يتعامل بثقة. عندما تسربت وثائق وزارة الخارجية السعودية، كل الأعداء شرأبت رقابهم وفتحوا أعينهم على أنهم سيجدون ظلتهم، سيجدون سياستين للمملكة العربية السعودية، واحدة في الدهاليز وفي الظلام وواحدة في النور، ولكنهم خابوا وخسروا. عندما كشفت السياسة السرية للمملكة العربية السعودية من وثائق وزارة الخارجية، وجد الطبق الأصل للسياسة المعلنة. نحن حكامنا يعني حكام قيم، مبادئ، عقيدة، حكام كلمة، عهد، وعد، لا يمكن أن يتراجعوا أو أن يبحثوا عن مكاسب آنية في مقابل قيم ثابتة تنتقل من هذه الأسرة جيل مع جيل مع جيل، يتغذونها مع الطعام ومع الماء. وبالتالي هذه الأسرة لا يمكن أن يطعم بها أو يلمس بها إلا من كان بقلبه مرض. أسرة تجل العلماء، تجل كتاب الله، الدولة الوحيدة التي تطبع 10 ملايين من القرآن الكريم وتوزع في جميع أنحاء العالم، الدولة الوحيدة التي تنصر المسلمين والمستضعفين في كل مكان، الدولة الوحيدة التي لا تدخل في شأن الدول. نعم دكتور، حين عندما نتحدث عن هذه الحقيقة، السمات وهذه الخصائص التي أشرت لها في القيادة السعودية، فنحن نقدم أنه لماذا الآخرون يعني يحترمون هذه القيادة ويجلونها؟ لماذا هذا الحب الكبير حقيقة الذي شاهدناه في المجتمع السعودي، يعيش المجتمع السعودي، وشاهدنا أيضا من الشعوب الأشقاء أيضا نبدأ محبتهم وتقديرهم. وشعرنا أمس في الإمارات، شعرنا أن الشاعر الذي ألقى القصيدة هو سعودي حقيقة، ألقى قصيدته ثم نادى الملك وجاء له في المنصة وسلم عليه وتحدث معه. يعني هذه الروح حقيقة التي سادت هذه الأجواء هي مظاهر فعلا القوة الحقيقية لهذه القيادات. أنا يعني أستاذ إبراهيم، يعني في حركة أيضا على مستوى العالم، الحركة الاقتصادية، وتحدثت في بداية الحديث أنه الخليج أنه قوة اقتصادية وقوة سياسية، وهذا كلام حقيقة بديهي. تغيرات البترول، الاتفاقيات الآن، يعني تتوقع أنها بتكون أيضا هذه السياسة حاضرة أيضا في هذه الجولة وفي القمة الخليجية أيضا القادمة؟ لا شك أن توحيد الموقف أيضا الاقتصادي أو التعامل مع الاقتصاد العالمي من خلال موقف خليجي موحد مهم جدا. فإن يعني هناك فرق كبير جدا في أن المشتري واحد أو أن المشترين كثر. صحيح. فعندما يكون التعامل مع جهة واحدة وهي جهة هذه الدول متحدة في شخصية واحدة أو في هيئة واحدة، تختلف عندما تكون كل دولة تتعامل بطريقتها مختلفة. صحيح. احترام العالم أيضا الخارجي لك كقوة اقتصادية وحرصه عليك عندما تكون متوحد يختلف عندما يكون قد يتعامل مع المملكة العربية السعودية ويكسب من وراءها مليارات ولا يتهمه مثلا الإمارات، والعكس صحيح أيضا. صحيح. لكن عندما يكون موقف موحد فإن الجميع سيحترم هذه القوة الاقتصادية كما يحترم القوة السياسية والعسكرية. فنحن فعلا نتطلع في قمة المنامة يوم غد بإذن الله أن نسمع قرارات ليست شكلية وإنما قرارات فعلية في المجال الاقتصادي وفي المجال السياسي في وحدتنا. ونحن الآن نقول نحن الآن أقوى من ذي قبل في مسألة توحيد تحقيق هذه الوحدة التي يتطلع إليها الشعوب وتطلع إليها السياسة. والمملكة العربية السعودية كما تعلمون من أكثر الدول دعوة إلى هذه الوحدة لمعرفتها، وهي القوة الأكبر في المنطقة، لكنها حريصة على الدول الخليج الأخرى لأنها تعتبرها جزءا منها وليس جيران فقط، لكنهم هم أشقاء ونحن لهم الأخ الأكبر كما قالوه كل زعماء الخليج العربي. إن الشعوب قدمت الصورة التي يبحث عنها المواطن الخليجي من خلال لحمة هذه الشعوب وتفاعلاتها، وأنا ما بقي لدور السياسي الآن. نعم. أن يكمل هذه نعم كما شاهدنا في المشهد الاجتماعي كان مشهد مشرف جدا. صحيح. يعني أنا اليوم أستمع في النقل المباشر لوصول خادم الحرمين الشريفين للدوحة، كنت أستمع بث بعض القصائد لشعراء، وكما تفضلت كنت أستمع هل هذا الشاعر إذا ذكروا اسمه هل هو سعودي، ليفاجأ بأنه قطري. طيب القطري هذا
من هو القطري؟ القطري هو في حقيقة الأمر هو من هذا البلد. القطري سعودي، السعودي قطري، الجميع يدا واحدة في مع قيادتهم، وبالتالي المشهد الاجتماعي الذي شاهدناه ليس تمثيلا وليس اصطناعا وليس توجيها، وإنما هو حقيقة واقعة وحقيقة واقعة. ونحن جميعا زرنا جميع دول الخليج ونشاهد يعني وحدتنا الحمد لله رب العالمين، فلنا أصدقائنا ولنا أخواننا ولأسرنا أيضا تواصلهم مع أسر خليجية أخرى، ولا هناك أي فوارق أبدا. لا نقلق على وحدة الخليجية، هي متجسدة الآن، لكننا ننتظر فعلا أن تأخذ دورها السياسي، دورها السياسي فقط، أما كوحدة حقيقية فهي موجودة الآن، لكن نريد الوضع السياسي الذي يهابنا من خلاله الآخرين. صحيح، جميل. أيضا نفس الدكتور يعني الأستاذ إبراهيم قبل قليل يعني قرأ أو قدم يعني قراءاته وتنبؤاته أو أماله فيما يتحقق هذه القمة. طبعا القمة تكون بكرة كما ذكرت في المنامة، وأعتقد أن الملك سيزور أيضا الكويت بعدها، يعني سيكمل عقد حقيقة هذه الجولة. أيضا كيف ترى أنت يعني نتائج هذه القمة، وأيضا كيف تكون الزيارة يعني توقعت تكون نفس الصورة التي كانت عشناها أيضا في قطر وعشناها في الإمارات وعشناها في المنطقة الشرقية وعشناها حقيقة أنه المملكة العربية السعودية ما يجعلها دولة محل الثقة ومحل الحب والتقدير أنها دولة غير انتهازية. سأكشف لك أمر، المملكة العربية السعودية لم تطور صناعة الغاز بالمملكة العربية السعودية، وهي تملك تريليونات من الأمتار المكعبة من الغاز. لماذا؟ لأنه سيؤثر على حصص بعض الدول الشقيقة في السوق. المملكة لم تطور صناعة الفوسفات والمعادن. لماذا؟ لأنه سيؤثر على بعض حصة الدول ويخفض الانتاج القومي. المملكة لم تنشئ مركز مالي عالمي ومنطقة حرة لأنه سيؤثر على منطقة حرة مجاورة وقريبة لنا. فالمملكة تؤثر على نفسها، المملكة أهدافها أعظم مما يظن كثير من الناس. وبالتالي أنا أتوقع أنه طالما أن المملكة لديها رؤية وأصبحت الآن هي في مقدمة الركب كما كانت دائما، وبدأ أنه الأخوة في المجلس التعاون الخليجي أصبحت الوحدة مطلب منهم هم ثقة بالمملكة وقيادتها وحكمتها. أعطيك مثال بسيط، دولة الكويت كانت متوجسة في السابق من الاتفاقية الأمنية وجلست سنين طويلة ما وقعت الاتفاقية، فلما رأت التجارب الواقعية للتطبيقات الاتفاقية الأمنية مع دول الخليج الأخرى، مع قطر، مع البحرين، مع الإمارات، مع عمان، هي التي طالبت بالتوقيع عليها والانضمام إليها. وبالتالي لا يوجد لدينا الآن توجس، الشعب يريد الوحدة الخليجية، القادة يريدون الوحدة الخليجية. موضوع زمن إذن يا دكتور، أتوقع أنه وصلنا إلى نهاية الشوط، يجب أن يكون هناك وحدة، ولو كونفدرالية، ولو يكون لنا سفارة واحدة، الجيوش علم واحد. الجيوش جسدتها دكتور بالتأكيد، أنا أعرف في البحرين تجسدت، وفي اليمن الآن تجسدت، وفي أيضا مواقف كثيرة تجسدت في الوحدة العسكرية واضحة. سيدي أنا وزارة الدفاع يعني أنا قريب القرار السياسي، القرار السياسي والقرار العسكري في اليمن رأيناه من غرفة العمليات تماما، كل دول الخليج موجودة ومتحدث واحد، محدث رسمي للعمليات العسكرية، فكان الوحدة موجودة. أنا قريب من القطاع العسكري وأعرف أنه وحدت المصطلحات العسكرية حتى في أوامر العمليات، في الاتصالات، في عقائد التدريب، في التسليح، في كل شيء. ولذلك لاحظ عندما انتقلت القوات الجوية الكويتية للقواعد السعودية وهي من طائرات F-18، وانتقلت الإماراتية وهي من طراز F-16 وميراج F-1، وعندما انتقلت القطرية وهي من طراز ميراج وجاكوار، وجدوا أن المملكة العربية السعودية استطاعت أن تتعامل مع هذه المنظومة الأسلحة بالرغم أنه بعضها ليس موجودا في السعودية، ولكن من خلال التدريب والمناورات المشتركة أصبح لدى الطيار السعودي معرفة بشفرة وقواعد الاشتباك مع القوات الجوية الكويتية والبحرينية والقطرية وكذلك. وهكذا هناك منظومة عسكرية تعمل على مدار الساعة في سبيل التوحيد. جميل أستاذ إبراهيم، يعني هذه حقيقة، هذه التحركات الآن كيف ستنعكس على المشهد الاقتصادي والنشاط الاقتصادي الخليجي، يعني الذي يمر بمرحلة من الركود حقيقة الفترة الماضية، كيف ستنعكس عليه إذا ما رأينا أنها تعزز الجانب الأمني، تعزز الجانب السياسي، تعزز أيضا الجوانب الاقتصادية في الموقف الاقتصادي الدولي بما يتعلق بوضع البترول أيضا،
كيف ستنعكس على المناخ الاقتصادي بشكل عام؟ الحقيقة يعني كما تعلمون الوضع الاقتصادي العالمي وليس الخليجي أو السعودي نتكلم عن العربي يعني بشكل عام هو يمر بفترة ركود كبيرة جدا. لكن منطقة الخليج كما تعلمون حتى في الأزمة الماضية كانت أكثر المناطق سلامة من هذه المضاعفات. السياسة النقدية السعودية كما تعلمون عندما حصلت الأزمة كانت بمنأى تام عن هذه المشكلة، لأنها كانت تنتهج سياسة نقدية متفردة وكانت تنتقد، بل إن صندوق النقد الدولي انتقدها وطلب منها التعديل ولكنها رفضت. لماذا؟ لأنها تعرف ماذا يجب أن يكون. قمة المنامة والحراك اللي حصل من زيارات خادم الحرمين الشريفين نتوقع أن يحدث بإذن الله تحرك جيد وينشط المناخ الاقتصادي، خاصة أن في بعض التشريعات التي سترى النور قريبا كما علمت تفتح المجال أكبر للاستثمارات بشكل أوسع في كافة مناطق دول الخليج بدون أي قيود وبدون أي التزامات من أي طرف آخر. نعم، أعود إلى نقطة أخرى حقيقة تتعلق بهذه الزيارة، يعني كيف تابعت الحقيقة المشهد الإعلامي في متابعة هذه الزيارة؟ كيف رأيك المشهد الإعلامي؟ دعني أكون معك صريح. نعم، الحقيقة أنها لم يكن يتواكب مع هذا الحدث الكبير، كان أكبر الحدث، الحدث كان أكبر، كأن المشهد الإعلامي كأنه فوجي بما حصل حقيقة. يعني الملك سلمان فاجأ العالم في السابق بعاصفة الحزم، وفاجأ المواطن وفاجأ الإعلام بهذه الزيارة، بطبيعة الزيارة. أنا أحدهم، أنا أقول لك أنا أحدهم، ما كنا نتصور أن هذا فعلا أنها ستحدث بهذا الشكل. نعم، كنا نتصور سيصل الخادم الحرمين وسيستقبل وسينتقل للمقر إقامته، يعني البروتوكولات المعروفة. صحيح، نعم. لكن أن تكون الزيارة بهذا الشكل الودي والاجتماعي الأخوي غير لا يوجد أي مظهر رسمي حقيقة، رأينا احتفال أمس عالي يعني حقيقة، يعني حتى يعني لا أذكر، أنا لا أحفظ الشعر، لكن أحدهم كتب أربعة أبيات من الشعر يصف الملك، يقول يعني لا تلبس بشتك لأنك في بيتك وهكذا. صحيح، يعني تجسد بأننا فعلا، وهذه الحقيقة إنه، وذكرت هذا في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، قلت كما يحدث في قصر العوجة عند استقبال الملك لأخوانه وأشقائه في دول الخليج، حدث في الإمارات ويحدث اليوم في الدوحة. جميل دكتور، أيضا أنا في نهاية حقيقة هذه الساعة حقيقة الحدث أريد أن أيضا أن تعلق أنت أيضا على المشهد الإعلامي، على أيضا كثير من الصور التي رأيتها أنت. حقيقة أستاذ مبارك، أنتم في ميدان خطير جدا، والإعلام الآن أحد أسلحة المعركة الحاسمة. صحيح. وأقولها بصراحة أن الإعلام الخليجي رغم محاولات التقدم ومواكبة الأحداث السياسية والأمنية والعسكرية، إلا أنه لا يزال يحتاج إلى 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 ضخ أموال، إلى تدريب. نحن في مجال التقييم الإعلامي، أنا أريد الصور التي رأيناها. أنا أركز على المشهد الإعلامي بشكل كبير. أنا عندي حدث، أنا أريد صورة الحدث. ممتاز. يعني أنا رجل أكاديمي وأحب دائما أؤسس للأحلال. هذه الصورة التي ذكرها الأخ أن الإعلام تفاجأ بها. نعم. لأن تنقصها الحرفية، تنقصها المهنية الكاملة، ينقصها الدعم المادي، ينقصه معاهد الاستطلاع الرأي، ينقصه. نحن في تويتر نعرف شخصية بحجم الملك سلمان. كيف رأيت التفاعل في التواصل الاجتماعي؟ التفاعل رائع جدا. الشعب الإماراتي لم يفاجأ، بل بالعكس أتوقع لو أتيح للشعب الإماراتي كله أن يخرج لاستقبال الملك لخرج، وربما خرجت هذه الاحتفال وتحولت إلى كرم فال عالمي. وبالتالي أنا لم أتفاجأ، لأنه أعرف محبة الشعب الإماراتي للملك سلمان شخصيا، ومعرفة ومحبتهم للشعب السعودي، وكذلك أعرف محبة الأسرة الحاكمة في قطر. أنا لم أتفاجأ، ولذلك أقول أن الإعلام لا نلومه كثيرا، لكن نقول على الجهات المسؤولة أن تدعم هذا الإعلام، توفر له المراكز التدريب، تختار له الكوادر، وبالتالي سيرقى إلى مستوى تطلعات والشعوب والقيادة. شكرا لك دكتور. شكرا لك. إذن أيها الإخوة، وصلنا إلى نهاية هذه الساعة مع الحدث، كان معي في الحديث إليكم من خلالها
الأستاذ الدكتور نايف بن خالد الوقاع أكاديمي ورئيس الدراسات المدنية في كلية الملك خالد العسكرية. أيضا كان معنا الأستاذ إبراهيم بن سعد الماجد الكاتب والصحفي والحقيقة أيضا المحلل السياسي المعروف. شكرا جزيلا لكم أستاذ إبراهيم. شكرا لك دكتور. شكرا على حسن الإدارة. سلامك الله. أيضا شكرا لكم أنتم على طيب متابعتكم، ونلتقيكم إن شاء الله مع حدث آخر في تفاصيل أخرى. في أمان الله.